مباراة الأهلي وطلائع الجيش وموعد المباراة والقائمة المبدئية من مارسيال كولر والتشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي وكل ما يخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش متابعها المشجع مع أحمد. لايك وشير ومتابعة للصفحة يوصلك كل ما هو جديد. ونبدأ حلقتنا بموعد المباراة. المباراة 1 يوليو الموافق الاثنين الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة مذاعة عبر قنوات اون سبورت المفتوحة. النادي الاهلي يدخل المواجهة وهو في المركز الثاني ب 48 نقطة خلف بيراميدز المتصدر. النادي الاهلي يسعى للفوز في جميع مبارياته القادمة من اجل الوصول لقمة الدوري الممتاز. قائمة النادي الاهلي اللي اختارها مارسيال كولر في اخر تدريبة للنادي الاهلي اللي لسه خلصانة اختار في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير والزنفولي، وفي خط الدفاع كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، خالد عبد الفتاح، محمد هاني، خط الوسط مروان عطيه، اليو ديانج، اكرم توفيق، عمرو السوليه، امام عاشور، مجدي قفشه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كريم ندفد، ورضا سليم، وفي الهجوم وسام ابو علي. واستبعد من القائمه لمباراه طلائع الجيش كلا من عمر كمال عبد الواحد لعدم الشفاء وكريم الدبيس وكريستو وكوكا وكهربا. دي القائمة اللي اختارها مارسيال كولر ودول المستبعدين. التشكيلة المتوقعة للنادي الاهلي في مباراة طلائع الجيش. النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراة، روتيشن كبير جدا مطالب مارسيال كولر ان هو يعمله علشان يحافظ على اللعيبة. من المتوقع ان التشكيلة هيبقى في حراسة المرمى محمد الشناوي هيبقى حارس مرمى النادي الاهلي، هيبقى امامه محمد عبد المنعم ورامي ربيعه اثنين قلبين دفاع، وهيتواجد كريم فؤاد في الناحيه اليسرى، وهيتواجد محمد هاني كباك يمين للنادي الاهلي في مباراه غدا، وفي خط الوسط هيتواجد مروان عطيه وامام عاشور واكرم توفيق، وفي الهجوم هيتواجد وسام ابو علي راس حربه صريح، وهيتواجد حسين الشحات، وهيتواجد احمد عبد القادر من بدايه المباراه. دي التشكيله المتوقعه للنادي الاهلي في مباراه طلائع الجيش غدا. الاهلي اختتم تدريباته، الاهلي اختتم استعداداته، مباريات صعبه للنادي الاهلي، مباريات كل 3 ايام، مفيش وقت للتدريب، مفيش وقت لعمل جمل لعمل تكتيك، ولكن مطالبين لعيبه النادي الاهلي بثلاث نقاط وثلاث نقاط وثلاث نقاط، تجميع اكبر نقاط من اجل الوصول لقمه الدوري ومنافسه بيراميدز على لقب مهم جدا. مهما حققنا مهما عملنا لقب بطوله الدوري لقب محبب عند جماهير النادي الاهلي. لايك وشير ومتابعه من كل جماهير النادي الاهلي، وانتظروا مزيد من الفيديوهات مع صفحه المشجع مع احمد.